شكرا لزميلنا ماجد الأسدي على هذه الجولة، وإن شاء الله عيد السلامة والخير على جميع المسلمين وين ما كانوا من بقاع الأرض. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا كان أول يوم من شوال نادى مناد: أيها المؤمنون اغدوا إلى جوائزكم. ثم قال: يا جابر، جوائز الله ليست بجوائز هؤلاء الملوك. ثم قال: هو يوم الجوائز، بمعنى أي باكروا إلى صلاة العيد حتى تأخذون جوائزكم. احنا نقول هنيئا لكل من توفق إلى أداء صلاة العيد في هذا اليوم، وإن شاء الله حوائجكم مقضية وينعاد عليكم هذا العيد وعلى أحبائكم وأهلكم بالخير والسلامة. وصلت كثير من التعليقات اللي بيها تهاني وتبريكات عيد الفطر المبارك على الصفحة الرسمية لمجموعة قنوات كربلاء الفضائية، حيث نشرنا سؤال التفاعل الخاص بحلقة هذا اليوم واللي خصصناه باستقبال تهانيكم وتبريكاتكم بمناسبة عيد الفطر المبارك. وقبل ما نقرأ التعليقات، احنا نشكر جميع من شارك بكتابة تعليق وكل اللي هنونا بعيد الفطر المبارك، واحنا ايضا نهنيكم على طول هذه الحلقه، وكل شويه نكرر الدعاء بانه ينعاد عليكم العيد بالخير والسلامه، وكل سنه ان شاء الله وانتم في حفظ الرحمن وفضل ونعمه وعلو درجات ان شاء الله. خلي تكون البدايه مع اسراء، اختاري اي تعليق يعجبك. عشت ايدك، خلينا نبدا بيهم. سمانه تقول: اهديكم باقه من الورود بمناسبه عيد الفطر المبارك، جعل الله عيدكم مزدهر وزاخر بكل خير، ادام الله لكم الاعياد دهورا والبسكم من تقواه نورا، كل عام وانتم الى الله اقرب والى الجنه ارغب ولفعل الطاعات اسبق، فليحفظ الله الود بيننا ويجعل الجنة دارنا ويبارك لنا في العيد السعيد. تقبل الله صيامكم وقيامكم وأثابكم ثواب شهر رمضان المبارك. عاد الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، كل عام وأنتم بخير وأنتم أيضا بألف خير. الله يبارك بكم على هذا التعليق الجميل. نور الولاية، كل عام وأنتم في رعاية الحجة بن الحسن، عجل الله فرجه الشريف، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر. تسلمين يا عيني يا نور، تسلمين يا رب، وانت ايضا كذلك. عبد الزهرة: نهنئ الأمة الإسلامية ومراجعنا العظام بمناسبة عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وكل عام وانتم بخير. وانتم يا أخونا إن شاء الله بألف خير، وكل عائلتك الكريمة وأحبائك يا رب تكونون دائما بخير وسلامة. هدى عباس: عيدكم مبارك وعيدك عزيزتي الغالية، تقبل الله منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، وزادنا الله وإياكم نورا وهدى وإيمان وتقوى، كل عام وأنتم بخير وهناء، أعاده الله علينا وعليكم بالخير والمسرات واستجابة الدعوات. وأنت أيضا يا عزيزتنا هدى وعائلتك وأحبائك وكل اللي تتمني لهم الخير إن شاء الله يكون لكم نصيب من هذا الدعاء. نشكرك على هذه الكلمات الرائعة، وإن شاء الله يا رب تكونين بصحة وسلامة دائما. طبعا أنتي وتقرين التعليقات ريحت الكليتشة والله أنا أبا أعلي الكليتشة وأقول يعني ما أدري، دائما أكرر هاي العبارة، أقول لو أكو فد نسمات الهواء تجيب لي ريحة الكليتشة هيك الاتجاه على يدي يكون. خلي أقرأ التعليقات أحسن. يلا أكلي بالفاصل شوي إن شاء الله. تعليق من خادمة الحسين، طبعا الصديقة الدائمة للبرنامج، احنا قبل ما نقرأ تعليقها نقولها كل عام وانت بألف خير، وكل المتابعين لبرنامج صباح كربلاء نقولهم كل عام وانتم بمليون خير. خادمة الحسين تقول: نهنئكم بحلول عيد الفطر المبارك، ونهنئ المرجع المفدى وكل علمائنا، وعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات والطاعات، وان شاء الله اخذنا العطايا الوفيرة الكثيرة، امين يا رب العالمين. أميرة بأخلاقي: كل عام وأنتم بخير. نور الزبيدي: كل عام والخير يصب عليكم صبا، ويصب عليك الخير والبهجة والسرور وكل الأشياء الحلوة واللطيفة يا رب، والبهجة تعانق أرواحكم والرضا يلازم خطواتكم ودروبكم، وعاد العيد عليكم أعواما عديدة ودامت أيامكم أعيادا سعيدة. تسلمين يا رب. عندنا حسين العلي:
قال أمير المؤمنين عليه السلام: إنما هو عيد لمن قبل الله تعالى صيامه وشكر قيامه، وكل يوم لا يعصى الله فيه فهو عيد. تقبل الله صيامكم وطاعاتكم، وكل عام وانتم بخير. أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركة، وعليكم إن شاء الله ينعاد بالخير والسلامة. آخر تعليق يا أسراء. نعم إن شاء الله. آخر تعليق من مؤمل يقول: نهنئ الأمة الإسلامية ومراجعنا العظام بمناسبة عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، كل عام وأنتم بخير. طبعا هذا مو آخر تعليق، لكن ما يسع به وقت الفقرة. طيب. كل التعليقات قرأناها، وإحنا نقول لكم شكرا جزيلا على هذا التواصل، وكل عام وأنتم مليون خير يا رب. يا رب إن شاء الله بخير وسلامة دائما.